في شأن آخر، أعرب جمع من الصيادين المحترفين عن تأييدهم لأي إجراءات رسمية ستتخذ في سبيل حماية الثروة البحرية والمخزون السمكي، الذي أكدت دراسة حديثة تراجعه بنسبة 90%، وذلك بسبب ممارسات الصيد الجائر. وطالب الصيادون من مختلف مناطق مملكة البحرين في وقفة لهم يوم أمس نظمتها جمعية جلالي للصيادين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ما تبقى من المخزون السمكي، ومن بينها المنع الفوري لعمليات الكراف التي تستخدم فيها شباك الجر القاعي لصيد الربيان، وتقليل عدد رخص الصيد لتتناسب مع ما نص عليه قانون تنظيم الصيد ومع رقعة الصيد في المياه الإقليمية، وتفعيل قرار تواجد صاحب الرخصة أو الناخذ البحريني على ظهر كل سفينة صيد تجاري، ومواصلة جهود التفتيش والرقابة البحرية والأرضية، وتعزيز الرقابة على أدوات الصيد الجائر، علاوة على دعوتهم لوقف تصدير مختلف أنواع الأسماك والربيان الطازج أو المثلج. هذا وسيبث تلفزيون البحرين بعد هذه النشرة فيلما خاصا حول وضع الثروة البحرية والمخزون السمكي في مملكة البحرين. وحالنا تقدرين تقولين إن خالي من الأسماك، خالي بتاتا. تدرين في الفترة هذه الحين شهر 10 و11 هذه الأسماك، أقول لك من كثر إحنا، أنا يعني بحار من سنين، يعني مو أمس واليوم، يعني شفت الفرق يوم كنا في الثمانينات أو التسعينيات وإلى الآن. يعني تخيلي الحين البحار يروح يبري له 100-150 قرقور، يصير له 4 شعرية في هالشهر ذي، وين صارت البحرين هذه؟ فأنا طالب يعني صراحة إدارة الثروة تنظيم الصيد، نزل قرقور غفافي أخيي، إيش بيبدل البحر هذه؟ يعني هذه بحرنا سلام الله مثل السفينة، السفينة اللي تشيل 30 ما تستوعب 40 نفر، نفس الشيء يعني البحارة الكل يصيد، خاصة الأجانب الآسيويين مدمرين البحر، دمار البحر دمار بالغزول وهالكراف، عدم شتي عدم، والربيان ما قصره، عدموا الهيرات، ما تم مكان ما عدموا، منبع اللي ينبع في السمك البيوت مالها كسروه، وين يربى السمك؟ والأطنان هذه اللي كتونه وين تروح؟ وهالبوانيش لمته هالربيان لمته، عدم البحر 100% عدمه، إذا ما يتوقف حالا رايح يتدهور بعد الأسوأ إلى الأسوأ. زيادة الرخص لها دور أكيد، يجب تغليص الرخص بطريقة ما، ويمكن حكومتنا هي أدرى بشلون يعني تغليص الرخص، تعويض الصيادين. احنا ما نقول ما يعني شوف او شوف اي الصيادين، انا احس انهم يعني اكيد نبي تعاونهم مع الحكومة، ما اظن ان الحكومة ودها مصلحة المواطن وحد بيوقف وياها. الاشياء اللي ما تتوقف نفس التدمير اليومي، هذا التدمير اليومي، احنا حين منجي حق الخسائر اليومية، احنا بنحسب اذا كانت تشتغل 300 بانوش، وانا متأكد ان كل ليلة كل بانوش يقط من 600 الى 700 كيلو من الاحياء هذه، لان هذه الاحياء اللي ما تنباع في السوق هذه بتنتج البحر، يعني خلاص هذا مو مسؤول، اللي داخل بانوش مو مسؤول، بيصيد الشعر الصغير وبصيد هذا المصلغ وبصيد البادح وبصيد الجمه وبصيد كل من كل شيء بصيد. زين هذا اذا دمرت انت ما يرجع، وكل ليله كل ليله كل بانوش قفل 600 او 700 كيلو من هذه الاحياء، حسبيها من 1961، وهذا النتل في البحر نتل اي بيئه اللي تظل هذه.